السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس الخامس ببرنامج الفوتوشوب. تعلمنا بالدرس الماضي مجموعة من أدوات التحديد. اليوم بإذن الله تعالى رح نكمل أدوات التحديد للأخير إن شاء الله، وشرحها ووظيفتها وطريقة التعامل معها وكيف رح نشتغل بهاي الأدوات، ورح نقص الصورة هاي اللي مواجهنا اللي شايفينها نحن. رح نقص كل شيء، كل الأشكال اللي فيها، ونجمعها مع بعض لنطلع شكل حلو. ورح نحكي كمان اليوم بإذن الله عن الطبقات. فراح نبلش. أول شيء رح أرجع أتذكر شو كانت الأدوات اللي كانت عنا. هدلون أول شيء كبسة طويلة لحتى نفتح القائمة كلها. كان عنا أداة تحديد المربع، أداة تحديد الدائري، أداة تحديد البكسل العرض الأفقي، مجموعة يعني خط من البكسلات الأفقية، خط من البكسلات العمودية. أدوات التحديد الثانية كان في عنا الحبل، كان في عنا المضلع، وفي عنا المغناطيس. وعرفنا الخيارات تبعيتهم اللي هي تحديد أحادي، إضافة تحديد، إنقاص تحديد، تقاطع التحديدين، الفيذر اللي قلنا إنه هي بتساوي الحواف الشفافة، الستايل قلنا نحن الستايل تحديد عادي أو فيكسد ريتيو اللي بتحدد قيمة الطول والعرض، تناسب قيمة الطول والعرض. في عندي فيكس سايز اللي بكتب قديش بدي طول وعرض التحديد، بكبس كبسة واحدة بس بتشتغل عليها. وتعلمنا الريفاين ايدج كمان، فيها عدة خيارات تبع السموث والفيذر والكونتراست وكل هدلون. اليوم رح نكمل بأدوات التحديد. بقي لنا أداتين، هي الكويك سيلكشن تول والماجيك تول. ماجيك وين تول، وان تول. كيف التعامل مع هدول الأداة؟ أول شي رح أرسم أنا هون رسمة صغيرة ونشتغل فيها. هاي الدائرة الأولى رح لونها باللون الأحمر. رح أرسم دائرة تانية. ورح لونها باللون الأزرق. شوف هاي الدائرتين. أول شي رح آخذ أداة تحديد الماجيك تول. الماجيك تول في عندي خيارات لإلها. هلا أول شي رح عبارة عن كبسة واحدة بتحدد لي الشكل اللي بدي إياه. مثلا أنا رح أكبس على اللون الأحمر، كل شي باللون الأحمر ومتصل مع بعضه حصرا. يعني مثلا هلا اذا في عندي مثلا لون احمر بغير قرنه، او هي مثلا ازرق، رح ارسم هون لون ازرق. شايفين هذا منفصل عن هاد، هيجي يحدد ما رح يحدد غير هذا اللون الازرق المتصل مع بعضه بحدد لي اياه. هي احمر، اخذت الاحمر لحاله. هاي الاداة تعتمد على اللون، تعتمد على تحديد اللوني. يعني هي بتراقب درجة اللون اللي انا محدد فيه محل ما كبست النقطة اللي كبست فيها، بتشوف الالوان نفسها المتصله مع بعضها. حددت اللون الاحمر، كل شيء لونه احمر حددت لي اياه. طبعا في درجات للون الاحمر. هلا اللون نيجي نحن نحكي عن اللون شوي، نحن نحكي عن اللون شوي. اللون بينقسم معنا ل هاي اللون الاحمر مثلا، تفرج من هون من ابيض ورايح للاحمر. هاي تفرج على هذا المربع عند كلمة نيو، تحتها هيك في مربع فيه لون زهري ببلش يغمق هيك ليصير للأحمر. كمان له تدرج تاني الأحمر، من الأسود وانت طالع للأحمر، ومن الرمادي وانت طالع للأحمر. كيف هاي رح فوت انا اشوف هاي اللوحة، هذا اللوح اسمه لوح الألوان، حطوه هون شوي. هاي اللون الأحمر الآر ليكو، نحن حكينا هي قيمة اللون هون 0 0 0. يعني أنا ما عندي لون، تفرجوا اللون اللي طالع هون هو أسود. إذا بروح باتجاه الأحمر لك بلش يرتفع الرقم، لا صار عندي لون أحمر. هلا إشباع اللون هو بيعطيني، هو أعلى قيمة للون هي 255. يعني أنا عندي 256 درجة لكل لون، إن كانت أحمر ولا أخضر ولا أزرق. فبتغير نسب الدرجات بينتج عندي الألوان. هلا هي اصفر، انه ما في اصفر،
بالار جي بي ريد جرين بلو، ما في اصفر، بس كيف طلع معنا اصفر؟ تغير درجات الالوان. احنا حطيت انا 255 من الاحمر وحطيت 255 من الاخضر، قام طلع عندي الاصفر. فهي تفاوت درجات الالوان هو اللي بيعطيني مجموعه الالوان. كل لون عندي 256 درجه. فرح نرجع نحكي ليش انا حكيت درجات الالوان وعندي 256 درجة، لأنه هاي الأداة الماجيك تول بتتعامل مع درجات الألوان، بتتعامل مع نظام الألوان. كيف بدي أعرف شلون يعني تتعامل مع نظام الألوان؟ رح أرسم رسمة ثانية أو رح لون صورة بتلوين آخر. رح أعمل تدرج لوني. هذا تدرج لوني. حيجيك بس كبسه لا على التعيين وين ما كان بهي الاداه. شايفين حدد لي منطقه معينه. طب الحك بس كبسه ثانيه كمان حدد لي منطقه معينه. كل ما بكبس عم بحدد لي منطقه معينه. طيب شلون هون جايه معه ابيض وهون جايه معه رمادي زهري او فوشي، هذا اسمه. هي هذا المستطيل ليش هيك عم بحدده؟ ليش هون في عندي نترات كمان عم تطلع معي؟ لنشوف ليش. في عندي خيار بخيارات هاي الأداة، في عندي خيار اسمه توليرانس مكتوب فيها 32. شو يعني 32؟ 32 درجة لون. يعني أنا النقطة اللي بكبسها، أنا في نقطة معينة بكسل معين عم بكبس فيها هاي الأداة. فهو تفرج أنا وين حاطط فارة، لسه ما تغيرت مكانها، هاي النقطة اللي كبست عليها. فهي ال 32 يعني انا باخذ 32 درجة لون فوق هي الكبسة، هذا لون هذا البكسل اللي كبسته 32 درجة اعلى، 32 درجة اخف منه. فاذا 32 درجة اعلى من هذا البكسل اللي اعطاني لهون، 32 اخف لهون. هلا رح اصغر هذا العدد، حطه مثلا 10. هرجع اكبس نفس المكان تقريبا. شايفين كيف صغر؟ فهو انا محل ما كبست اخذ 10 اعلى، 10 درجات اعلى من هذه النقطة اللي كبستها، 10 درجات ادنى منها. بكبر المسافة تبعيتي او عدد البكسلات اللي بده ياخذهم، درجة اللون بده ياخذهم. شايفين كيف وسعت المساحة؟ والريفاين ايدج نفسها اللي حكينا عنها. هاي هي الأداة اللي عم نحكي. هلا هاي سيمبل سايز هون بوينت سيمبل. يعني شو يعني بوينت سيمبل؟ هاي سيمبل سايز انا عم بكبس هلا رح ارجع 32 بس تنعرف. انا وقت عم بكبس نقطة، اذا بزوم شوي، شايفين مثلا هذا البكسل كبست عليه، انا عم حدد هذا البكسل بياخذ لي لون هذا البكسل. مثلا حطيت انا 3، فهو اجتماع 3 بكسلات او 3 الوان يمين يسار، اجتماع هاي البكسلات اخذ دمج الالوان بيناتهم. اخذت مثلا اذا 100، شايفين كبر كتير هذا، دقيقة شوي حتى عشان نحدد. 31، شايفين كيف كبر لحاله؟ كبرت نسبة ال، مع انه انا حاطط الكلوريس التوليرانس نفسه 32 ما تغير، ولكن ليش تغير عرض البكس، عرض التحديد عندي؟ بسبب اني انا عم باخذ المتوسط تبع درجة الالوان ل 31 بكسل مع بعض. 31 باي 31، مربع عبارة عن 31 بكسل. باخذ الوسط تبع اللون تبعه وبحدد بهذا اللون اللي انا حصلت عليه اخر شيء. هون 3 ب3، يعني مربع 3 ب3، 3 بكسلات طول، 3 بكسلات عرض، يعني 9 مربعات عم ياخذ متوسط الحسابي تبع اللون تبعهم وبيحدد. البوينت سيمبل هي عبارة عن كبسة نقطة واحدة او بكسل واحد، يعني فيني اقول. طيب رح اخذ اداة ثانية هي كويك سيلكشن. الكويك سيلكشن معظم العالم او كل المصممين تقريبا ببلشوا بالتحديد فيها. ليش ببلشوا بالتحديد فيها؟ لانه ممكن تحدد مساحة اكبر من العمل اللي انا بشتغل عليه. فيها 3 خيارات، هي تحديد احادي، بس انا بحدد احاديا، زائد هو بضيف التحديد، ناقص بطرح من التحديد.
طبعا هو شكله شكل الفرشاية، يعني بتكبر وبتصغر مثل الفرشاية. كمان له اشكال، انا فيني اكبر السايز تبعه وصغر السايز، هاردنس، سبيسينج، في له عدة خيارات. هلا انا شوف ولاحظ انه كبسة واحدة عم بيحدد لي كل هالمربع. شو بتساوي هي الاداة؟ كيف تعتمد؟ على شو بتعتمد؟ رح نرجع لرسمة الدوائر. ارسم دائرتين كمان مرة تانية نعرف كيف تشتغل الأداة. أول دائرة رح تكون لونها أحمر، ثاني دائرة رح تكون لونها شو ما كان، أزرق. هو أنا ليش عم بختار هاللونين؟ لأنه في تفاوت كبير بيناتهم هاللونين. طيب رح أرجع لأداة الكويك سيلكشن، لا هيك بس الأحمر كمان حدد لي فقط لون الأحمر. إذا كبست على الأزرق هي لحالها أوتوماتيك عم تاخذ إنه زائد، يعني رح يرجع اجمع معه الأزرق. تمام. طب شو استفدت أنا؟ شو فرقت عن أداة الماجيك؟ طب شوفوا أداة الماجيك رح أكبس بالنص، مين تحدد؟ تحددت نقطة بالوسط. شو هي النقطة؟ ما بعرف ليش تحددت هيك، ما بعرف حسب القياسات اللي أخذناها. طب أنا بيجي للماجيك تول بدي أحدد الأزرق والأحمر بكبسة واحدة. تفرج، بحط انا هاي الاداة طرفها على الاحمر طرفها على الازرق، كبسة واحدة بحدد الطرفين، فهي بتحدد كل درجات اللون اللي انا مريت عليها. يعني الصورة عندي فيها درجات لون كتيرة. هلا ليك حطيت على الابيض والاحمر والازرق، لحد اكبس كبسة حددت. هلا لو بمشي بتحدد الابيض كله مشان تاخد انه انا اعطيتها مساحة الابيض كله. كبسة واحدة بتحدد المنطقة اللي بدي اياها، هي بتمشي بضلها تمشي هاي الأداة كبسة. أنا متى ما كبست كبسة شوفوا شلون، إذا بنشوف هيك شوي شوي، أول شي بتكبس بتكون دائرة كبيرة صغيرة بتبلش تكبر. ليش هيك عم تكبر؟ لأنه أنا هي عم تتحسس للون، كل ما تشوف لون قريب منه أو بالدرجات المحطوطة عندها فهي بتاخده. كل ما تلاقي كسر لون مباشرة، كسر لون كبير بتوقف. يعني مثلا شوفوا الأحمر كسر لون كبير عن الأبيض، أو الأزرق كسر لون كبير عن الأبيض ما حددته، او بالعكس. هاي هي الاداة اللي بتشتغل فيها. كيف رح نشتغل فيها شوي؟ رح نحدد هلا هاي الصورة اللي عندي بجميع الادوات اللي عندي. اول شي رح حدد كلمة صلد او اللوجو هذا صلد، رح افوت عليها. هلا اداة الدائرة حاول احط ايدي بالمنتصف مثل ما اتفقنا انه في عندي انا بالحركات مسطرة بتحرك الالت عشان ابدا من المركز. شفت لحافظ على الدائرة، خليني مزوم شوي حتى شوف شلون انا التحديد تبعي منضيف 100%. بعمل ريفاين اتش لنطفه مثل ما اتفقنا. بعمل شوية سموث، بعمل سموث، بعمل شوية فيذر، بعمل كونتراست عشان اقطع من التحديد، عشان هيك اخدتها تماما. هيك ان شاء الله، هيك نضيف عند التحديد، اخذته حطيته وين ما بدي اياه. كنترول دي فكيت التحديد خلص. بس هلا هي الصورة ما تتحرك، شايفين؟ لانه انا على هون شيء اسمه باك جراوند، طبقة اسمها باك جراوند، هلا بنحكي عنها بفقرة الطبقات ان شاء الله. عندي هاي البندورة هي، شايفين كيف تحديدي طبعا مو نضيف 100% لانه انا عم بشتغل بسرعة، بس حتى نشوف كيف طريقة عمل الأداة. لازم أشتغل بتأني شديد لحتى حدد الأداة لحتى حدد العنصر 100%. لحدد هاي البندورة بما إنه فيها أخضر وأحمر وإلى حدود، فأحسن حل هو كويك سيلكشن.
طبعا بهي الصورة الكويك سيلكشن تشتغل دائما. بكبسة واحدة جمعت فيها الأحمر والأخضر، كبست عليه، حددت لي الشكل كامل. ممكن أعمل شوية ريفاين ايدج لأشوف إذا في حدود عندي، بتفرج هيك في شوية حدود، بعمل بس سموث بكفي. بأداة التحريك بحركها وباخذها لوين ما بدي، مثلا لحطها هون. لنيجي لصحن الزيتون، بنفس الطريقة تبع قبل شوي، شكل بيضوي، حاول حددها. بأفضل طريقة عندي. طيب رح لكم هلا شغلة صغيرة، انا هاد لون الطبقتين، انا هاد لون العنصرين حركتهم بدون ما، بس هيك مسكت أداة التحريك وحركتهم وسحبتهم لهون، بس هلا خلص ثبتوا ما عاد فيني اشيلهم. طب كيف فيني اني انا هاي العنصر هاد اخذه وامتى ما بدي حركه؟ يعني ما بدي اثبت على نفس المكان اللي انا فيه، بدي حركه امتى ما بدي وكيف ما بدي وشلون ما بدي. ف كبسه كنترول سي انا نسخت العنصر، او كنترول اكس قصيت العنصر، كنترول في لصقت العنصر مره ثانيه. بس رح لاحظ هون انه نحن ما عاد ضلينا على الباك جراوند اللي محطوط عليها قفل، رح تنتشئ لي طبقه جديده ومحطوط عليها هذا العنصر عشان اقدر احركه كيف ما بدي. من اداه من ايديت كات كنترول اكس، كوبي كنترول سي، باست كنترول في. اختصارا كنترول اكس هي قصيته، كنترول في لصقته، صار باداه التحريك فيني حركه امتى ما بدي وكيف ما بدي وين ما بدي باخده. لحدد الفليفلة بأداة المغناطيس، كبسة صغيرة بمشي، بحدد كل أطرافها وين ما بدي بكبس، هي عم تمشي. هلا كل اللي رح يشتغلوا رح يفكروا انه هي الأداة كتير سهلة وسهل التعامل معها وما بتخربط وبتضلها هي تنحل التحديد. انا رح اقولكم لا، اذا ما تدربتوا عليها منيح ما رح يمشي الحال. كل ادوات التحديد بدون تدريب، كل ادوات التحديد ما فيك تشتغل فيهم الا اذا تدربت منيح عليهم. كنترول اكس طبعا، ليش انا حطيت كنترول اكس ام كودنت كومبليت ذا كات؟ ليش عم بيقول لي هيك؟ لانه هون في مشكله انه انا بدأ بالطبقات لازم ارجع للطبقه اللي عم اقص منها. هلا رح نحكي على الطبقات نعرف شو يعني. الفي هي اختصار لموف، اداه التحريك. انا متى ما كبست في تجيني الحالة اداه التحديد. دائما حاولوا نتعامل مع الاختصارات اسرع بالتصميم. هلا هاي الاداه، هاي الجزره انا بدي احددها، انا بدي انتو لازم تحددوها بأداة الحبل مشان تتعلموا على أداة الحبل منيح. هي هاي الجزرة اذا حددتها بكل نظافة بأداة الحبل فقط قادرين على انكم تستخدموا هاي الأداة كيف ما بدكن وامتى ما بدكن. هلا للسرعة انا ما رح اقصها بشكل منيح، يعني قدر الامكان رح امشي. طبعا انا عم بستخدم فارة لابتوب فلهيك التحديد عندي مو ظابط زيادة. حط اضافة للتحديد وباخذ الشقفة اللي راحت مني، برجع لهون باخذ هي الشقفة، ضلني بجمع الشقف اللي راحوا مني لحتى احصل على تحديد قدر الامكان 100%. هو لازم يكون 100% لانه اذا نتعامل مع شغلات دقيقة اكتر من هيك، اذا ما كان تحديدي 100% ممكن خرب الشغل بالطباعة. لنعتبر انه هيك حددناها كلها كاملة،
رح نضف تحديدي انا بالفيذر وهي الاصاص. يعني نوعا ما هيك كنترول اكس ما رح يزبط. ليش؟ لانه انا مو على الباك جراوند اللي عم قص منه. كنترول اكس كنترول في طلعت للجزرة لحالها، في على الحل طلعت الادوات اداة التحريك. في عندي خيار هلا رح احكيه، هو كنترول تي مشان انا اتحكم بهي الجزرة، طلعت لي حدود للجزرة. هي ترانسفير حكيت عنها انا قبل، هي من اديت ترانسفير او فري ترانسفير، ترانسفورم ترانسفورم او فري ترانسفورم، اللي هي كنترول تي اللي كبستها انا، حر الحركة. شوفوا شلون، بس بعد هيك شوي عنا صارت بشكل منحني هي اشارة السهمين. معناتها انا هلا هيك فيني ادور الجزرة، احطها بهذا الشكل هون بالشكل المائل هاد، رح وصل لها هاي الخسة. طب انا كيف بدي احدد هاي الخسة؟ اول شي الوانها متناسقة، يعني عندي اخضر درجات كبيرة للاخضر. لو انه هي اسرع طريقة لتحديد هاي الخسة شو هي؟ انا بدي طريقة سريعة كمان، ما بدي اتلبك كتير بتحديد الخسة. ابيض فيه معنى، يعني رح جرب هلا. اول شي اداة الكويك سيلكشن كبست هيك انا، طبعا نكون على طبقة الباك جراوند اهم شي، كبست هيك. شايفين كيف عم تحدد؟ يعني ما عم يكتمل التحديد، ليك بلش يتاخد مع الابيض معها. طب شو الحل؟ شايفين كيف انه كل ادوات التحديد لازم اعرف استخدمها، لانه مو كل شيء بتحدد معي بسهوله. هلا هيك تحددت. طيب لحتى ارجيكم انه ما تحددت كلها، بنزوم تفرج هاي الاجزاء ما تحددت. اذا بزوم كمان تفرج شلون في شقف هيك اطراف الخسه طالعه. انا بدي احدد تحديد نظيف، ليك شايفين شلون هون طرف هاد. هلا في منا بعض بيقول انه ايش يعني هالشقفة الصغيرة؟ هالشقفة الصغيرة اذا كان تحديد، اذا كان غير هذا الشكل ممكن تخرب الدنيا، ممكن تقطش اذن مثلا اذا عم تحدد انسان. يعني ممكن كتير تخرب كتير امور عندي، تبشع المنظر. فانا بدي اسرع من الكويك سيلكشن. شو هي؟ طيب رح نعمل طريقة صغيرة، هي مثل انه خدعة على التحديد. اول شي لحدد شكل مربع الجزر الخسه مع حواليها الابيض. نحنا بنتذكر في عنا اداه اسمها ماجيك تول، هي بتتحسس للون. يعني انا النقطه اللي بحددها بتحدد نفس اللون تبعها. طبعا ما رح اروح احدد الخسه بالماجيك لانه معضله، رح ارجيكم كيف معضله. اذا كل ما بكبس كبسه، شايفين كيف تحديد كل شوي، ها نحط اضافه للتحديد كل شوي بدي احدد شقفه شقفه لبكره ما بخلص. ممكن اترك شقفات صغيره يطلع عندي ابيض. نحن تعلمنا انه في قطع، في اضافه، في انقاص. فرح ناخذ الانقاص، انه انقاص من هذا التحديد. انا حددت هالشقفه كلها، بدي اشيل منها بس اللي محدد باللون الابيض. عباره عن كبسه واحده باللون الابيض تحددت الخسه كلياتها، ما ضل شي برا، تحدد التحديد 100% نضيف. حاخد شوية ريفاين ايج، اعمل بس على الخفيف خمسة سموث. الدرجات هاد اللون اللي انا عم بشتغل فيهم، انتو بعد فترة بتتعودوا على الشغل، بتشوفوا شو بيناسب. يعني ما بكتر كتير ولا بقلل، يعني بكون بدرجة انه معقولة. خليني اعمل كنترول اكس انا افضل، كنترول في عشان اخذها لحالها. هي هيك الخسة. هلا بعد ما خلصت انا بيجي لباك جراوند، باخد اداة الممحى محاية، كبر بمحي هذا هاي الزوايد. صار عندي شكل جاهز. في عندي اداة اسمها كروب. كروب هي اداة قطع من الصورة نفسها. يعني انا مثلا جزء شايفين هاي كلها ابيض، ما في حاجه لها، خلي شويه ابيض من فوق شويه ابيض من تحت كذا.
على اليسار، شوي ابيض على اليمين. انا بس حركت هاي الكروب لهون، صغرت هاي، مو صغرت هاي شوي. بمجرد ما كبست انتر كل الصورة الباقية اللي ما حددته انقص وانكب، وضل عندي الصورة عبارة عن هالشقفة. طيب هلا هيك بنكون خلصنا ادوات التحديد كلها اللي صرنا اخذينه، ادوات التحريك، ادوات التحديد الاولى والثانية والثالثة، الكروب هلا اللي حكينا عنها. الكروب فيها خيارات كمان، في عندي مقاسات جاهزة هون اذا بدي حددهم، او بكتب المقاسات اللي بدي اياها هون وهون. هاي الخيارات بعتقد انه انا عم بحكي لكم على اللي بنشتغل فيه دائما، يعني في خيارات ما كتير بنشتغل فيها، ما في داعي لها، مثل هاي ما بنشتغل فيها. فيكم تجربوا اللي بدكم اياه بيشتغل. هلا اخذنا هدول الادوات، الكروب بس اللي بقلب الكروب لسه ما حكينا عنهم، اللي مع الكروب بس مثل هاي سيلز سيلك وسيلك تول ما حكينا عنهم. اخذنا كمان المحايه بس انه شلون نمحي، فرشات، سطل الدهان، والجريدنت، تدرج، اداة الكتابة. هدول اللي لحد الان اخذناهم، ان شاء الله رح نكمل كل الادوات باذن الله تعالى لنخلصهم كلهم. رح ارجع هلا نحكي شغلة جديدة، رح احكي عن الطبقات. فرح اخذ بس لوح الطبقات لحاله احطه على جنب عندي لاحكي عنه بالتفصيل ان شاء الله، بس حطيته على جنب انا مشان احكي عنه برياحتي. هاي الطبقات، layers. اول شي عندي بالطبقات انا الخلفية الاساسية او الطبقة الاساسية اللي دائما موجودة عندي هي background، ومحطوط عليها قفل. هاي الباك جراوند شو ما كان عليها ما فيني حركه، مثلا رح يكون عليها مربع بيجي بدي حركه مستحيل حركه، ما فيني حركه، ما فيني، بسبب وجود هالقفل اللي عندي. انا اذا هلا بدي انا شو هو الطبقات اصلا؟ الطبقات هي عبارة عن مثل ورق الزبدة اللي بيستخدموه الرسامين، انه انا برسم على ورق زبده بحطها، برجع برسم شقفه تانية على ورق زبده تانية بحطها فوق بعض، تصير تبين تبين الصورتين مع بعض فوق بعض، زبده شفاف ورق زبده. اذا نحكي هذا المثال على قناه سبيستون، كانوا يحطوا نقار الخشب، نقار الخشب كانوا يرجونا بس يخلص المسلسل يرجونا انه كانوا يرسموا على ورق شفاف مثلا نقار الخشب، ورقه تانية الشخصيه التانية، اذا حطوهم فوق بعض وتحتهم خلفيه بس يصوروهم بيطلعوا كلهم متكاملين، صوره متكامله ما مقسمه هي الصوره، هيك نحن بنشوفها. بس هو بالفعل هن كل شخصيه او كل طرق او كل خطوه او كل حركه راسمينها على ورقه شفافه لحال. والطبقات بالفوتوشوب نفس الشيء، انا رح احط طبقات شفافه. كيف بحط طبقات شفافه؟ في عندي هون قائمة اسمها layer، new layer، بيقول لي شو اسم الطبقة اللي بدك اياها كذا layer 1، شو الكلر تبعها، شو لون الطبقة. طبعا مو لون الطبقة، لون يعني هيك انه ميز لك هي الطبقة باللون الفلاني، مثلا حطه احمر لحتى تشوف شلون يعني. ونوع الطبقة هلا بنحكي عليه هون، اللون opacity شفافيتها كذا. اوكي شايفين كيف طلعت طبقة جديدة هون فوق الباك جراوند شفافة ليك كارويات او مثل رقعة شطرنج، فهي عبارة عن شفافة يعني جنبها لون العين، هي العين انه هي طبقة ظاهرة او مخفية، وهذا التمييز باللون الاحمر. طب انا مو كل ما بدي اعمل طبقة بدي اعمل لاير نيو لاير، في عندي اختصار هو كنترول شيفت ان، طلع لي طبقة جديدة، كنترول شيفت ان طلع لي طبقة جديدة. كمان معتق انه كل شوي يطلع لي هاي الصف هاي انه شو اسم الطبقة. ففي هون كبسة صغيرة تحت بالطبقات اسمها كرييت نيو لاير، متى ما كبست عليها
اعمل لي كرييت لنيو لاير، طلع لي نيو لاير. قد ما بدي احط طبقات ما عندي مشكلة. عندي طبقة رح ارسم عليها الرسمة معينة. شايفين كيف؟ رح احط طبقة تانية ارسم عليها رسمة معينة كمان، يعني انه هيك لون، حط لون عليه معين. شايفين كيف فوق بعض فيني احطهم؟ طبعا الطبقة اللي فوق هي بدها تظهر، والطبقة اللي تحت اذا كانت مغطية شيء من فوق رح تختفي شوي. يعني هلا اذا بقلب الطبقتين، انا كيف عم بقلب الطبقتين؟ بكبس عليها وبسحبها. شايفين كيف طلع عندي خطين بس وصلت على الحفة؟ متى ما تركت على هذا الخطين بين نزلت الطبقة. شايفين كيف الازرق صار من فوق والبنفسجي صار من الفوشي صار من تحت؟ رح ارجع اعكس اشوف. تمام. ما عجبتني هاي الطبقة بدي امحيها او فيها مشكلة، انا يا بكبس على هاي الاداة، هاي الخيار هذا ديليت لاير، او بسحبها سحب على الديليت لاير الكبسة، لانه كمان بده يطلع لي رسالة: هل انت متأكد من حذفها؟ بقول له نعم. فنحن الاختصار، دائما بنحب الاختصار. هلا انا عملت كرييت نيو لاير، رسمت رسمة. شوفوا كيف بأداة تحريك إذا بحركها بتتحرك، لأنه هي على طبقة لحالها. رح أعمل طبقة تانية كمان لون عليها تلوين معين باختصار لأداة الفرشاة. هلا في بحركها بتتحرك. طب كيف بدي أرجع أحرك الفوشي؟ برجع بكبس على الطبقة اللي بدي إياها وبحرك الفوشي. كل طبقة صارت لحال، كل حركة تحركها لحال. ليش طبقات؟ لانه اذا غلطت غلط على طبقة فيني امحيها وارجع اعدل الطبقة. اما تخيلوا لو كل هذا الشغل انا رسمت هالرسمة على الباك جراوند، لا فيني احركها، لا فيني اعدلها، لا فيني امحيها، لا فيني اساوي فيها شيء. مصيبة. يعني اذا بخربت يعني غلط صغير ما فيني اتراجع عنه، اما هون خلص فيني اتراجع عن اللي بدي اياه. في عندي كمان انه هاي الطبقة مثلا بدي احطها بجروب لحاله. مثلا انا عندي مجموعة طبقات، عامل مجموعة طبقات، بدي هدول الطبقات احطهم بجروب. انا بحددهم، كيف بحددهم؟ بكبس كنترول بحدد الطبقات اللي بدي اياها، 1 2 3 4 مثلا. ما بدي 3، بدي 1، بدي 2 و4 بس 2 و4 الزوجيات بحطهم بجروب. في هون مجلد اذا بكبس عليه بينشئ لي جروب، بس ما نحطه بقلبه لسه. شايفين كيف؟ طب كيف انا بدي اخليهم ينحطوا بقلبه؟ يا بمسكهم وبسحبه هون لقلبها، كيف عليها هلا ليك فوقها طلع لي خط صغير، اما عليها ما موجود هذا الخط وتحددت هي فاتت لقلبها. بفتح الجروب لك وبلاقيه بقلبها. طيب في طريقة اسرع؟ ايه في طريقة اسرع. 4 و2 بمسكهم وبسحبهم سحب للجروب، نحطوا لحالهم بجروب. شو يعني بجروب؟ ليش حطيتهم بجروب؟ انا مثلا راسم شي 6 7 رسمات بلوجو معين، هي على الثالثة، على الطبقة الثالثة. على الرابعة رح اختار لون اصفر، على الخامسة رح احط الاخضر، رح احط 4 و2 بجروب لحالهم. اختصار لاني احطهم بجروب هي كنترول جي، صاروا بجروب. تفرجوا انا كيف اذا انا كابس على الجروب على الحل فيني حرك الثلاث طبقات مثلا اللي انا اللي ساويتهم مع بعضهم. الثلاثة عم حركها لحال، الواحد عم حركها لحال، الخمسة عم حركها. الخمسة ما حطيت عليها شيء، صح. الأربعة أنا رسمت عليها رسمة الأصفر والأخضر مع بعض. شايفين كيف؟ يعني فيني حرك مجموعة أجزاء مع بعضهم، هدلون لحالهم، هاي كل واحدة لحال. إذا حطيتهم بجروب كنترول جي صاروا الاحمر والفوشي لحال، والاسود والاخضر والاصفر لحال. يعني هي عبارة عن حركات ممكن نحركهم مع بعض. طيب لحتى نرجع كمان نحكي عن قصة تانية. في عندي شيء اسمه رابط الطبقات. مثلا هاي عندي الطبقة كل واحدة عم تتحرك لحالها، هاي الخضراء والصفراء
والحمراء لحال. طب انا بدي هاي الخضراء والصفراء والحمراء يتحركوا مع بعض ويشتغل اي تأثير عليه هون، كل وحدة لحال، بس كل تأثيرات وحدة لحال، واي شيء بدي اعدله لحال، ولكن وقت الحركة يتحركوا مع بعض. كيف بيستغل بيرتبطوا مع بعض وين ما راحوا وين ما اجوا؟ بحدد الطبقتين اللي بدي اياها. في هون عندي جنزير لينك لاير، ربط اللايرات، بكبس عليهم صار جنب الطبقة في جنزير، مجرد اني حركت بيتحركوا مع بعض. حتى لو حددت وحدة منهم بيتحركوا مع بعض، بس اي تأثير بعمله على وحدة من التنتين ما بتعدل على التنتين مع بعض، برجع بفكهم بنفس الطريقة. ال FX رح نحكي عنها لحال بيوم لحال ان شاء الله. الماسك اد لاير ماسك كمان رح نحكي عنها لحال. هلا كرييت ا نيو فيل اور ادجستمنت لاير. هلا هاي اذا بلاحظ عليها تفرج شو بقلبها، ليفلز، كورفيس، باترن، بلاك اند وايت، كلر بالانس، هيو اند ساتوريشن. فيها هاللون الخيارات، انا وين شايفهم؟ حرجع لكم وين شايفينهم بايمج ادجستمنت. هاللون هن نفسهم، بس بدل ما اكبسهم من هون والتعديل يتم على نفس الطبقة، انا مثلا رح احط ليفلز مثلا على اللون الاحمر. شوفوا انا رح اعدل شوي، شايفين كيف هي؟ رح اخلي اللون الاحمر قريب للزهري، وعدلت من هون، تعدل على الطبقة نفسها. طيب انا كيف بدي اعدل هي القصة نفسها؟ بس بدي اخليها لحالها عشان اذا ما عجبني بمحيها. بهي المكان بهي الأداة أو هي العنصر هاد بكبس عليه، بحط ليفلز، بأنشئ لي طبقة لحاله فوق الطبقة اللي أنا عم بشتغل عليها. صار فيني طلع لي هون لحالها بروبرتيز، خصائص، فيني أعدل عليها. طبعا هلا بحكي ليش هيك عم تعدل، لأنه هي محطوطة فوق كل الطبقات اللي بدي أشتغل عليهم. طيب أنا كيف بدي أخلي هالخاصية هي لهاللون فقط؟ يعني اي شيء فوق يكون لهذا الـ يعني اللاير الفوقانيه تكون خصوصيه لللاير اللي تحته. كيف انا بوصل ل بين الطبقتين الخط الفاصل، بحط ايدي بكبس الت، بحط ايدي عليه، تفرج شو صار، تحول من ايد لمربع على سهم. اذا بكبس عليه صارت هي الطبقه خاصه باللي تحته فقط، يعني انا بعدل بس على الطبقة الحمراء. رح اعمل شرح صغير على هاي القصة حتى نفهم شو الموضوع. بس لأحكي اخر شغلة ان شاء الله بالطبقات. الطبقات ما رح ننتهي منهم، يعني كل فترة ممكن نحكي اكثر من شغلة عليهم. في عندي الاوباسيتي. الاوباسيتي هي الشفافية، كل ما بنقصها تفرجوا شلون بلش الاسود يبين، لانه الاسود طبقه تحتانيه والاحمر طبقه فوقانيه، وانا عم بعمل تشفيف للطبقه الفوقانيه الحمراء. الفيل نفس الشيء، بتعمل شفافيه لنحكي على الفرق بيناتهم بدرس التاثيرات. النورمال هاي ما رح نقدر نحكيها هلا هون لحتى يكون عندنا صوره كامله متكامله بتبين معنا، بس ممكن اذا جربت خيارات تبلش شوفوا شلون طلع على الاسود. يعني في هي خيارات تعديلات لنوع الوان الصوره والتعامل مع الوان الصوره، بنحكي عليها ان شاء الله بدرس صغير. تقريبا هيك حكينا عن الطبقات، بس رح احكي عن الشغله اللي قلت لكم عنها ان شاء الله نكون انتهينا. رح ارسم اول شيء، رح ارجع هاي اللوح لهون. رح ارسم اول شيء مربع، طبعا على طبقة لحاله لونه اخضر. رح اجي ارسم دائرة، على طبقة لحالها كمان لونها مثلا اسود. طيب انا بدي هي انا بدي هلا اللهم صل على سيدنا محمد، رح احط الدائرة تحت المربع اللي رسمته.
بس اذا بتفرج على الطبقات لكم موجودة لسه ما اختفى. انا بدي الدائرة تاخذ خصائص الطبقة اللي فوقها، او تاخذ كل شيء ميزات بالطبقة اللي فوقها بس بحدود الدائرة. يعني انا ممكن يكون عندي فوق 100 قصة و100 شغلة، انا بدي اياهم يجتمعوا بس بهالدائرة. مثلا رسمت علم معين له مثلث، انا مثلا علم فلسطين رح احكي، مثلث على اليسار من فوق اسود من تحت اخضر بالنص ابيض، بدي اياهم نحطه انا رسمته بشكل مستطيل، بس انا بدي اياهم مثلا نحطه بشكل دائري. روح انا شلون بدي اقصه لهي القصه؟ شلون بدي اقصه؟ مثلا بدي، او بدي اخذه مثلا على وش، انه حدود الوش كله بدون ما اغيره، يعني بدون ما اقعد اقص انا على الوش وقصه هي الصوره مثل ما هي، كيف بدي اخذها؟ بهالحركه اللي حاعملها بروح على الطبقتين بيناتهم بكبس الت لحتى يطلع لي هذا السهم. اذا بكبس عليها بتصير المربع داخل هذا الدائرة، يعني انا كل شيء ميزات بهذا المربع لك، رح صغر المربع لحتى تعرفوا انه المربع ما تغير، بس ولكن بحدود هي الدائرة. شايفين كيف؟ بحدود هي الدائرة، ما رح يبين خارج حدود هي الدائرة، يعني رح تكون جزء من الطبقة التحتانية. يعني المربع هلا هو جزء من الدائرة ولكن بطبقة منفصلة، فيني اعدل عليه اي شيء بدي اياه. هاي الفكرة اللي بدي احكي عنها، وهي الفكرة اللي سويتها قبل شوي، انه خليت طبقة الاضاءة خصوصية للطبقة اللي تحتها، جزء منها فقط لا غير. طبعا هلا اذا بعمل كرييت نيو لاير لحالها بتطلع طبقة جديدة بميزات جديدة. فيني احط مثلا مربع تاني، كنترول جي مو جي، كنترول جي هي عبارة عن جروب، اما كنترول جي نسخ للطبقة اللي انا عليها. تمام، رح لونه هذا باللون الاحمر. ورح اعمل له كمان نفس الحركة على نفس على الدائرة. شايفين كيف اخذ الدائرة كمان ميزاته؟ هذا اللي بدي احكيه عن الطبقات بشكل عام. ممكن اذا كنت نسيان شيء رح احكيه باي درس تاني مرقه كمان بالدروس تانية. طبعا ما فيك تفصل الدروس عن بعضها، يعني كل درس ممكن نحكي فيه جزء من هون جزء من هون لحتى نكامل بين كل الدروس، لحتى ناخذ كل المعلومات اللي ممكن نستفاد منها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، وبإذن الله تعالى لنرتقي بأنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله.